بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. إن شاء الله تعالى الدرس جينا وحكمكم نان دونا سدح ذا النوع ومحوها أن هذا الشيخني نوع كوبات حديث كمنقطعة، نوع لبانة والمعضل نوع سدحان وحويا مدلس أما تدليسك سدح داس نوع وانكسكو دونا إن شاء الله تعالى مؤلف كنا نحوها دي أفر بيت. وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال منقطع وهذي، والمعضل الساقط منه اثنان، لو نصف شطر أسكر بيت كاس نحوها دي معضلك، وما أتى مدلسا نوعان هي لبض بيت وكدم، الأول الإسقاط للشيخ وأن وينقول عن من فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. أنت أصلاً حوّه هذي، إن حوّه هاي إن مدلس حوّه هذي. طيب، إن أنت كهرة أدي أن صايرة كرمرنا الدرسي إن ونودن بي إن واحد سكوي دينا. أرت مبهم كعموماً حاليا بقى إن برجيان دون هاي مبهم حاليا بقى كتب تقار إن تكون عرقتان من أقسام الضعيفين وياه. وأنا سيدا صحيح مركا. مركا لك لقد قادوا تفاصيل شيء أن قلني لقليه مركز وكلب بحياة، لكن عموما من أقسام ضعيف بالقطرية محدثين تقريبا نقوم ده هنا مركز موهب كذلقان وحاي كل شيء ذا ميت كسنة ككشرة أنا قيبته نحوه هاي مؤثر كأ أو صامين هاي سنة ك لازا أنت بنا كل شيء ذا وحا كحي موهب كحالي أن كسؤال سوق هذاني حديث العالي والنازل. حديثك عالي تعريف تسمحون النري ميت كستو حديثك كستو رجاشي سي طبقات كسنتك اي رادين كل ما قلت رجاله. طيب كان عكسي سكسو رجيدن او رواد اي بطين وحانو نيري نازل. طيب عالي مركا ان محوق يبسما مطلق النسبي كدي من النسبي اقسام بقيمه وقيبسما عالي مطلق اوامحي ومركا لفيريو باعتبار قرب الى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نازل كان وحاويا وكعكسيس ميت كاستو محوها حكم كيس معانو نير حسب شروط سما ضعيفنا ونقون كرا حسن ونقون كرا صحيحنا ونقون كرا فاذا سحاويا نازل كيو يو نازل كيو عالقه عند التعارض بامحوها صوب حيساء وحديث كعالقه بامحوها بالهرمرنا يا طيب موقوف موقوفك يعني تقسيمها وحو هزقل ايانو النير باعتبار تقسيم كسيدة حد قيبان سو قيبين قيبت وحو قل ايان مركا او قيبين حديثك باعتبار منتهاه تقسيم الحديث ينقسم الى باعتبار منتهاه الى او باعتبار من اسند اليه ثلاث اقسامها موقوف مرفوع ومقضوع. طيب تعريف تي سمحانو النير ايوه وسلم عيره صرت عرفتي ساوهتا يعني كفايه وما اضفته الى الاصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكين صحابه ظلم وحاوي وسميت كودا محوها ادويه كبار الصحابه يو صغار الصحابه ادي صحابي بلو تيري وما حاوي موقوف يعني وحال لو شرط بان ان قرينه انه حديث كمرفوع هي تسنيسه اني كمر وكمريه هذه قرينه اي جرته حديث كان حلينا ومرفوع أمثلة دي سنة صوشين مرمر قارن حالي أبا إن أثر له إدلاقه أنه إيمان دون إن شاء الله تعالى حديثك مرسل حكم كيس موقوف معنونة حسب الشروط سنة موقوف معنقنا حسب الشروط صحيح ونقون كنا ضعيف ونقون حسن ونقون كنا طيب مرسل كاكو صاري معكو تعريفي ومرسل منه السحابي سقط تعريف تسمى مسلم يا ماي محلوث بشي
سحابي دعتان كيس معايا لسحابي إنه دعي وماشي كم قيّة هذان أقان اللي هن أو أنت اللهوبة حديث صحيح بونقنا يابا خلاف كما تاينا طيب صادرت أدمركو حاول لما قرنا عدة قوان إن صار سامحوها هاي إن وحا تعريف المناسب كوام حي ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تابعي أسمد وين ها نقد مدير ها نقد مد محوا ده ها نقد طيب حكم كيس محانو النري يا سيدي حقول ايه مقبول انه يهي او لا اقبلها كاس وحاوي عند يعني فقهاء او بدن يا رك المحدثين ولا السودان ايه انه مردود يهي وعند جمهور المحدثين اين رجح المحدثين تي محققين تكاسا راجع اكتودا طيب ايه التفصيل مع الشروط او امام شافعي علومه كوميديا هي اي مرين الا كلفه هي شروط الواقبله طيب عموما ما قوقي بني لو سمع إيه غير السحابي سحابي موسى كان غير السحابي كان لما أقيم جلي إيه خفي جلي خفي موسى كان جلي وهي تعريفته مركل اللي دراقن محكود عيا مرسلة طال اللي دراق محكود عيا ميت كان جلي أيوه كود عيا طيب ميت كان نوع كلا قدم قاعدنا وحكم ده غريب كا غريب عنه نوع حديث كا ما تفرد بروايتي شخص واحد ويا في أي طبقة ومن طبقات السند طالق عبرنا نوع محي أقل طبقة ويا هادو طبقات كلهم سدح 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 أفر 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 شان 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 دويا هل طبقة واحد ياي العبرة محيتها دينا أقو يرم با مركز الراعين هاي محي اللي أصلاً باب كان وحو كل سين هاي الاحتياط والتصبط مركز الاحتياط كالقادنا هاي إنا حديث كمحوها الراوقة دينا عسى لمرنا يا أقل طبقة لمرنا حقي محان وقيبيني يا مطلقين اسمي مطلق محانو نيري ما كانت الغرابة أي أصل سنة غرابة أي وحيد عدي أصل سنة أي معي حديث كنا علماء البيئة كمدة كان قالنا نسبة وحاجة غرابة وحيد عدي سنة بالنسبة لإمام معين أما لشخص معين مركي نقطة سداس ويان حكم كيس معانو نيري هذا وشروط ويان أسانة كجذب طيب وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال وكلما حديث كستا لم يتصل عن حرير سنين اسناده اسناد كيس وسن حرير سنين بحال مرنبه اما السبا وسنكو حرير سنين منقطع الاوصال ومتك ما ارتحبني سي غوين حبني هيس غوين اوصالك عاويا وعاويا ومفاصل شيء معايا اساس ويان وحمناها قال حمناها ليرا طيب حديثك منقطعه ان هرت حق لغه حال ضد الاتصال حق كلام هو هاي اصطلاحاً وحالي هذا أساكو تعريفي حديث كستوغا لكن تعريفته هدان مرنا أو يري وحديث كستا أو قوان وسنة كيزو قوائي وسن حرير سنين سنة كستا ومعوها هاي انقضاع وكشرة ومعوها أن حرير سنين هدان نوران وحاويان تاوحاويان وعام وكان قنايا مرسل كسو انقضاع كمجرين ما رفعه التابعي مركا ترى آخر كو كحت فين سوميهن آخر كو كحت فيه وعاك لو سوغلي دونا او نو ماني دونا ان اسن انقضاع وكجرا معضلك وعاك لو سوغلي دونا اسغنا او غلايا معلقي وحصلنا وحاوي انقضاع ويان انقضاع ويان برك انقضاع ان هرتو حد واتان سندك صقدق اما غويتانك سندك كدعه ان لخ قيبود وي لخ نوعوي افر ظاهره يو لبا خفيه افر ظاهر يو لا وخفي قويتان كستو سندك كدعه علمود waxay ku soo koobeen afarta nooc ee lixda nooc aan roo afan قويتان كسندك كدعي oo inqidaaca waxa weeyaan wuxuu ku soo lagu soo aruuriyaa inta badan ee lix nooc afar saqdigood dhaahir yah dhicitaanka ama قويتانka sanadka go'an ama waxa kama qiin waa dhaahir laban waa khafi afarta dhaahir ku hawiyaan hadiiska إنه بلاغة يعني سنة كإنه بلاغة كجوئية كازم حاله يقنا معلق لكن مؤلف كموسن شيء كموسن هذا المعلق المعلق حاله هذا ما حذف من مبدأ إسناده راون أو أكثر ولو إلى آخره ولو إلى آخره آخر الإسناد والسنة ك أول كيسة دوحت فيها بخاري شيخ يسكو بعدها حتفن كيسة لا بعدها حتفن كان سد حدا حتفن كان أفرا حتفن إلا أكير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرمون حاليا إنه إرادة سحابي وكبل الله عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
مرن وحلاقي أبا كن كوبادي كان لبات إنه حتفه وأنا إيمان دونا إن شاء الله ماشي سام وقال دونا منقض معلقة والسنة كبداية هدو كحت فيها هاي راوي هدو كحت فيها لو كحت فيه إن إيه هدو سدح كفا وسكومت مر ببداية هدو كحت فيها محل لين هاي معلق حكم كيسا وحويا من أقسام الضعيف ويا ولو لقس الريبة هاي معلقات الشيخين بخاري مسلم معلقات كذا بحكم قوني لقس الريبة لكن عموما وحاو من أقسام الضعيف وكم يدعي كامرك مؤلف كما هذين قولوا لك وحانو نري وبداية هي سنة كين وحد في قوي هاي طيب هدي أن سنة كا لحد وكقوي هاي سنة كا لحد يسد وقوي هاي لكن هل راوي وقوان بخاري شيخ يسكو ودو جوغا كان لباد وجوغا كان سدحاد وقوان أما ما هي كان سدحاد وقوي هاي كان أفران وجوغا كان شناد وقوان يعني انقطاع لو ميل أما هل ميل بو كدعي ومنقطع لو ميلوضو لكن أحرير سنين أكل الدوين أيو كدعي يسغنا ومنقطع سدح ميلوضو كل الدوين بو كدعي أون اسكو حريرين أسر ومنقطع صدرت منقطع تعريفك وصليمك أنت بمحدثين ترجعان وحويان تعريفك أنا ما سقط من أثناء سنده واحد فأكثر بشرط عدم التوالي حلينا ما سقط من أثناء سنده واحد أمره واحد حتى رأسميده فأكثر بشرط عدم التوالي وأين ولا حريرين وأين ها أين ولا حريرين ما سقط من أثناء سنده واحد فأكثر بشرط عدم التوالي هدي ولا حريرين وابحى يا باب كلو قلها يا معضلك نقول دهنا ونص وصعد marka sanad ka doo dhaxda ka go'an yahay oo muxuu ahaay hal raawi kama qiyam xan leenahay munqadi laba raawi oo laakiin aan xariirin noo nin kale u dhaxay hadii go'in maxan leenahay munqadi saddex raawi ah go'an laakiin ma wal xariirna walo kale dhaxay maxan leenahay munqadi inta ma lafdiga munqadi baa loo yaq mustalaha yaani mustalahaat ka dhan sheegayna waa sida jumuur muhaddithiina ay qabaan oo ay rajaxaan weey waxa ku soo haari sanadka awalkiisa duu go'an yahay waxan ku magacaawni mu'allaq لحد دو جوئي هاي وعون نري ومقدع هدو لحد جوئي هاي لبر هاي جوان إيه إن كبضن وين ولا حريران مركز محلين هاي معضل وانوي ماني دونا معضل وانوي ماني دونا آخر كدو جوئي هاي آخر سنة كأنت كلو أول كويت جوا وسط كويت جوا آخر كجوان مركز مرسل علينا سما مرسل بالليل مرسل كلا آخر كجوان أما السحابي جوان أما السحابي التابعي أصلقوا أن أما لو التابعي إيو السحابي وأصلقوا أن المهم آخر كسنة كدو حد فيها وقوين يهي ومرسل طيب أفرتاس محل سكوير هذا صقد ظاهر بالير هذا وقويتان ظاهر أم وقضوه ومحي معلق إيو مقدع إيو معضل إيو مرسل مرسل كان كالي إن لو مرسل جلي لكن لا صعد مرسل كجلي قو ظاهر كوي معكوس هارت اللبا خفية لو قويتان كود أيهنا قويتان وكشرة لكن قويتان كود يعني سقدي كود سقدي يعني ظاهر أماها وخفي وح خفي مارت لو يرينا إن شاء الله ومت كميد وكهل ده وانشيك دونا كان كلنا موسن كهل ده مت كوا بعد حوا مرسل خفي مرسل خفي جا وعويان رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه وانك إنه كوري عيد ولعس عسروبي لزمن جاي ولا قرن هي ولا نولا لكن وصل لكل من روايه كوري كارثه مرسل خفي اللي رادا عند المحدثين تعريفات كلمه واسكتشران ماشي هو تي دون داسن مرسل خفي غونودك لكن هو مرسل خفي مع ساس وهايسته وحا كلو كو سوهاري مخو هاي انقطاع خفي تدليس كونو ايمان دون درسين ودنبعه ان شاء الله تدليس كاس اسان وحاويان وا من اقسام مخو هاي وحو كجرا سقدقه خفي ايو كميديا marka sanadka dhicitaanka ama gooytaanka sanadka ku dhaca waxa way marka isku soo celceliyay waa lixdaas afar saqdigood oo dhaahir yahay dhicitaanka oo dhaahir yahay gooytaanka dhaahir yahay oo loo jeedo oo la wala garanaayo oo dadka inta badan muhaddidiinta yaqaanaan iyo laba qarsoon weeyaan marka marka taariifta muallifka dan oo kullu ma lam yattasil bi hal isnadu munqadi' al-awsali haday ku kordhanan ba ku soo gala munqadi' soo gala soo asagana ma arti maxriir sanayn soo ma معلق غيرها معلق محرر سنين سوماها تعريفها مركه وحاويا مساريسه او محوها تعريفها سيده عافيه عن ان جامع مانع عين قد سوماها
مركو حاويان نحو هاي مكمة بحاي تعريف كان معلقة معضل كنا كم بحاي هاي وحان كبحين إن أستجنا محوها مرسل كبيح معها إلا أنت وحوي جويتان ينقطع بأكجر اتصال معها مركو على ذا متصل كعلي را مقاضي عالي را والحديث وحديث كستا محوها ما سقط من أثناء سنده واحد من فأكثر بشرط عدم التوالي مركو مقاضي كاسويان مقاضي مركا حكم كيس محوية ومن أقسام ضعيف من أقسام ضعيف إنه ضعيف نقدنا وحكينا هاي للجهل بحال الساقط نينك ماش كمقن انا القرني نبا لم يقان نينك ماش كمقن لم يقانه وحياه وكل ما حديث كستو لم يتصل انا حرير سنن اسناد سند كيس انا حرير سنن بحال مرنبا اما سنه وسنكو حرير سنن منقاطع الاوصال ومدح ابنيسه من ابنيس ايغوين وحمهم ان اذا ان فهنا منقاطع مصطلح اولو ان صمر اولي راده مصطلح عدوى وقال لي مقضوع فرق ودح حيوان حي مقضوع امرك لغا هذا هي قيبتين قلنيني مقضوع من وحاوي باعتبار منتهى وهي سمهن وحاوي من مباحث المتن وهي وحلوها الله متن امرك حديثك لغا هذا اي مقضوع امانه هي امرك متن حديثك لغا هذا اي امانه هي لكن سند كمرك لغا هذا محلو استعماله منقضع امرك منقضع ومن مباحث اما من صفات محو السند وهي منقضع والمعضل الساقط منه اثنان والمعضل معضل ك الساقط كان محوها ودعي ويان اثنان لو اي كدعين منه حقيس سند لو اي حقيس كدعين ايا لي هذا لبنن على التوالي انا شرطه معضل ك اطح لو قد ارتو حوي اعضله فلان وحاويا والدال مركو قف قفك انت دالي ورفاضي وحي علمدان اي كقاتين وحاويان مركا لب راوي او هو الحرير سدح راوي ولا حرير اف راوي ولا حرير مركز سند كم قيهين بحثك كو ديرانها او مركز سدح نين اي لبن نين اسكو حرير اترادنيس بحثنيس يعني تاريخ دود نولش الان وقت اي دشين فلان معلومات كو صافسن حكم كود وحان او جرح والتعديل مركز رادنيس اي مركز هل نين بحثنيس مسكميدا مسكمين ماها طيب مركز تو هدينا وحاتا مركز تو يعني جويتان كسند كو حكم قن طبقات كم قن اي ولا حريران ee markay maaratay ay kala gogoayeen markay ay xariiraan awlow cilada ay ku sii badantahay markaas amxu waa dhaafi oo sii badan yahay marka maxaa leenahay xaq islaah maxaa ilaada mu'dalka ma saqada min athna sanadihi ithnani fasa'idan ma'a tawali maxaa leenahay ma saqada min athna sanadihi ithnani fasa'idan ma'a tawali مر معناه الحين قلنا ما سقط أوح ودعويان من اثناء سند السنة كده حديث سنة كده حديث مع كده عي اثنان لوا راوي إيه فصاعدا أوح كبدا مع التوالي إله يعه والحرير نه لا لقب مع التوالي طيب كان وافع عند زما شرط كان أوح كان إيه كي كوري محاوله حي فرق وده حي وما حي أيوة كيهر لما التوالي لما حريرين زما التوالي لما حريرين ومحوها لما شردين إن كيهر كان لكن إني ولا حريران أي محوها أي شردية كان إني ولا حريران شردية وحكم إذا يسيهن لوضع بالسنة كده حبرت إن كيس كده عين سما لوضع بالسنة كه لا حد يسي كده عين أول كان كمان يدي عين آخر كان كمان يدي عين وسط كده عين وسط كما دام يكده عين حاجة وكم إذا يسيهن لكن وحكم كل الدويهن إن حاجة كاس شردي لو مش شردين إني ولا حريران كان إني يحوى حريران الله شردنا يا معضلك حديثك معضلك مركا حكم كيس معيه هاي حكم كيس واسك ظاهر صمه معاوي ومن أقسام الضعيف وي. طيب من أقسام الضعيف دويا مركا أسقى إيو محوى هاي كي كهري كيبا ضعفي بضن يا كان با ضعفي وكسي بدين كان سيل ضعيف سن يا في عن هدالو يرادو أو منقضع اي معضلك حق محو هاي يعني قوه هي يرود بدون حو ولا سو يركب كرا او حق الصحه يا حسن يا مقبول لمد يا ادو منقضع ادو سببته هو مخي كاس وحوين رقق قامو ولا حريرين وحا دعي كرت هل نين انو غو يهي با هل كننا محو هاي ونين ضعف يس شديد وسنين واسكير معقول يهي كان لكن لو نين با ولا غان لو نين اول حريره او محو هاي هل ميل هدين واخ كلا قاتين ارض اي شيخ يس اسلاه وحاويان وضعفي وسي زيادنا يا ضعفي وسي زيادنا يا مركا طيب منقطع مرسل كان سومرني
iyo muxuu ahay munqadica yaa xagga sixad u dhow yacni yaa sii muxuu yaa fiican labadooda muxuu ahay yacni xeebaho xagga sixad u dhow labadooda mursalka mursalka maxaa sabab ilaan asaga muxuu ahay laba sababba horta sababka koowaad aakhirka sanadka ayaa go-an xataa saxaabi hadduu sanayn waa taabici oo muxuu ahay quruunul mufadala ayuu ku jiraa xaggaas horta waxaa waaye waa kaga fiican yahay kanna waxaa laga yaaba ninka go-an inuu maaratay dad dambe oo muxuu ahay taabici taabici wax ka sii dambe inuu noqdo waa midda labaada tuhmo waxaa jirta ah ninka go-an inuu yahayba saxaabi saxaabi hadduu noqdana hadee waxaa weeyaan saas darteed waxaa weeyaan laba qolyahan muxuu ahay munqadac iyo mucdalka layskuma khilaafsano dacfinimadooda baynama mursalka isku khilaafsanay soo ma mursalka waa la isku khilaafsana mursalka waa la isku khilaaf in la isku khilaafana waxaa weeyaan waxaa waa dalaale inuu ka fiican yahay kuwa kale muxuu ahay uu dhaam ayib waxaan kaloo had ogaataata munqadica iyo mursalka inuu mursalka ka awood badan yahay soo ma waxaa kuu soo haray munqadac iyo mucdalka mucdalka ka hoose ka hooseeya marka mursal lama muqaarnayna marka mucdal iyo mursal lama muqaarnayna maxaa yeelay munqadici mursalka ka fiicnaay ayaan la muqaaranayni mursalka soo ma aan la muqaaranayni saas darteed asaga marka muqaarana uma baahno walmucdal mucdal xadiidka mucdalka asaaqidu kan uu ka dhacay weeyaan ithnaani laba ay ka dhaceen minu xaggiisa asaaqid kan uu dhacay wey ithnaani laba ay dhaceen minu xaggiisa ay laba ka dhaceen cala tawaali inuu dhahana way aad bay u fiicnaan lahayd laakiin tacriifaadka mu'allifka waxaa laga yaabaa isaga yacni abyaadii waxa inuu maaratay ay ku cariiriyeen oo laakiin sidaasaa muxuu ahay aan marnayaan munaasaba وما أتى مدلس النوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف كان وحاوي ونوع لباتناد ومؤلف كان وحاويا عنص الشيء كمارك الودر ما قال عنص الشيء لباتن نوع محن نوهري لبيتمن نوع بانوهرت لبيتمن نوع بانوهرت مؤلف كنتو شيء ويان وعدو شيء طيب wuxuu ku yiri mu'allif raximahullah tacaala wamaa xadiid ataa yimaadi mudallasan xaal u yahay mid maaragtay wax lagu dhex qariy oo muxuu ahay mudallasa noocaani laba nooc weeyaan alawala nooca koowaad alisqaadu ridid waa la rido lasheekhi sheekh la rido weeyaan oo raawihii sheekhiis inuu rido weeyaan wa an yanqula waa inuu soo raro sheekhiis waa inuu raawihii soo raro xadiidka can man fowqahu cid maaragtay ka sarraysa sheekhi hadduu ridi cidda sheekhi ka sarraysay ayuu xadiidka ka soo naqlinaya raawiga wuxuuna ku soo naqlinayaa lafdi ah bican iyo waan iyo qaalana ku dar can yani siiqada la yidhaha can iyo an oo anna eh kala jeedo mucancan iyo mucancan iyo muannan oo soo marnay moogtahay kuwaas weeyaa anta waa iska shicirka yaale waa anna weeyaan bican wa an buu ku soo naqlinayaa qaalan waa lamid wathaani nooc labaadna oo tadliiska ka mid ah laa yusqiduhu raawii ridi mahay sheekhiisa laakiin yasif wuxuu ku sifaynaya uu ku tilmaamayaa sheekhi awsaafahu tilmaamihiisi bimaa tilmaamo ama bimaa shay buu ku tilmaami laa yancarif aan lagu garanaynin bihi sheekha ama bimaa tilmaamo laa yancarif laa yucraf bacd nusakhti qaata laa yucraf ayaa muxuu ahay baa ku qoran laa yucraf aan lagu garanaynin bihi tilmaamahaasoo sheekh aan lagu garanaynin mudallas horta tadliiska mar waxaa la yidhahda mudallas waa xadiidka ism fucul marka la isticmaalo mudallas layidhaha waa xadiidka ceebta ay ku jirto oo wax lagu dhex qariyey mudallisna waa raawiga inta badan loo isticmaalaa horta waxaa la yidhahdaa ikhtilaad adlaam binnuur nuur iyo mugdi markay isdhex galaan soo yacni oo isku dhex qarsoomi oo isku dhex darsami baa horta oo isku khaldami baa horta ayaa xagga yacni luuq ahaan la yidhahdaa min dallasa haddii uu ka yimaaday xagga isdhilaaxana culammadu waxay yidhahdaan tacriifaad badan bay ku tacriifiyaan qaar waxay yidhahaan ikhfaau ceybin fil isnaadi aw taxsiini yacni ceeb in la qariyo sanadka lagu qariyo ama yacni sanadki ceeb ku jirto in ceebta la qariyo oo la wanaajiyo daahirkiis la wanaajiyo laakiin tacriifta xadiidiinta ay rajaxaan inta badan oo markaad fiirisa munaasabka ah waxa weeyaan riwaayatu raawi can man qad samica minhu
منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه. ومحي رواية الراوي رواية الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه. معنى نحن قلنا رواية الراوي الراوي إنه مارتي رواية الراوي الراوي الرواية سووري ويانو إنه كوري عمن قد سمع منه عدو أصوى حكم أغلي والشيخ يسوى إنه حكم بريه معكورنا يا ما لم يسمع منه وحس كم أغلين حديث وسن كم أغلين بكورنا يا مهما أصوى مارتي موتسينها يا دتك أنه سمع منه إنه الشيخ يسى كم أغلي حديث كإذا. أن قبل ذلك أرت تعريف تسوى تعريف التدليس الإسناد وعوقي بيننا التدليس كمركه هراء مرنا الله عموما الله قيبيا مرنا سدح الله قيبيا وعلى اختلاف المحدثين مروا حال الله قيبيا لو التدليس الإسناد إيه تدليس الشيوخ لو هذا صونه ناشي المؤلفك محو ناشي تدليس الإسناد إيه تدليس الإسناد الأول الإسقاط للشيخ وعن للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعن وأن تدليس الإسناد وين كان لبعض والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرفنا وتدليس الشيوخ. تقسيم سد هذا جميل قيب سد هذا محدثين تقارئ كوز يادينه أو حاجة شرل إلى تدليس التسوية وصل مألف كشيئين علماء قارن التدليس التسوية هس وحي كدران أقسام تحديث أقسام أقسام التدليس الإسناد ك بكدران لكن قيب كم يد جوني أو تريان مركا معانو سدح حقيبه أنا كلينا مرت تدريس الإسناد، إيه تدريس التسوية، إيه تدريس الشيوخ. كده من التدريس الإسناد كا أي أقسام بدن وقيب سما. إنك استوعبت أصير هلك ومسن كلب بحنين. واحد إلى تدريس العطف باكرة، واحد إلى تدريس السكوت باكرة، تدريس القدع وح ما صار له يقان باكرة، وحيلا زي كان مش وطيس عباد هذا سكوت دالين. طيب تدريس الإسناد كمركا. تدليس التسوية أنا موسن كهذين، لكن هو ما حي مركز وقابة إسقاط ضعيف بين ثقتين، نين ضعيفة أو أرد حي لو ثقة لو الشيوخ ثقادة نين ضعيفة أو أرد حي أي الراوي طرايا شيخ يس كوبات ونين ثقة شيخ يس لبعض وضعيف كان سدحان وثقة كيس لبعض وضعيف كهاي بوسك سارايا مركز على لو ذي شيخ يس كوبات يمحوس كقبنايا إيه كان سدحات كان سقوط إسقاط ضعيف بين ثقتين وكانوا وحنا تدريس وحنا حرام ويران علماء تدريس الإسناد كذا نقول لابنا تعريف تيس وتعريف هذا عن شجني رواية الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه مهما أنه سمع منه مؤلف كلف تيس هو تعريف تسوار الدواوي وحيري الأول الإسقاط وأريد إن الريد الشيخ وإن الريد لكن إسقاط كان محو هاي أن شيخ كليا لما رداه وحاول أن حديث ك ونن كان وهذا وكورين هاي بعينه وصن كم غلين ما يانه حديث ك الشيخ ستة ونص تورين أو محوها الشيخ وقانا وصن يعبو وصن كقاذنين ماها عمرك إسقاط كمرك اللي طلاقه حاليا وإن الساس لو فهم لكن صح ما إسقاط كحاول أن والريدس جزئة راوي كان شيخ أنورت وعلم معاصر هذا وكو والشيخ يس وأسكو زبن كده منه والله كل مي وحبه كقاتي علمي وكقاتي والشيخ يس ومش أول لي قان إنه الشيخ ويا هاي لكن حديث كان وهذا وكور النهاية ما أنت وكور النهاية موسن كمغلين حديث كان وانكو هاي سنة هذا ومحو هاي أو تدليس كان لنا حديث كان موسن كمغلين لكن سيذكر والشيخ يس ماشي يعني قرصون ذا يكوي ماضي ومحوها تدريس من أقسام الضعيف أقسام ال محوها هاي صقد خفيق لغودي محوها هاي والنوعس كوك الموقت إني مسن لكل منيو نينا يسكو زمن هانيو أيام ماشي موقت أي واحد كورنا ينسمة معلق إيو مقاضي عيو محوها هاي مرسل كيساس هاي لكن مدلس ك وحاويان وشيخ يسي أو ولي وشيخ يسي كل حماها أو حاويان وشيخ وحكم أغلبا أو دروس لو كم غلوا أو دتك أيه قانا إنه شيخ يزية حديث كان لكن وكور نهاية وسن كم غلين مركز سان صور وسود دوين هذا
درسiga intaan weydiin waxa laga yaabaa qof habeen ka maqnaa inuu jiro soo ma habeen qof ka maqnaa طيب habeeni horon joog habeen kala dambana joog habeenka uu ka maqnaa طيب habeenka ii darsigaas iida waxa laga yaabaa inuu ardada oo ka dhageystay soo ma oo la muraajacee oo u yaqaanaba طيب laakiin hadhowti markii uu maarati la weydiin lacala sheekhi Abu Unus baynaa mooyane aan ardi waa muxuu ahaay baan ka qaatay oo kidib sheekh ka maqlay inta baan mari ma hayso ma awa nooc aso kolooto way marka waxa weeyaan sheekh yani uu ka maqlay waxa weeyaan oo muxuu ahaa xadiidka biceyni uu ka maqlay maadaama isku sheekh yihiin sheekhan uu maartay uu ka maqlay xadiidka iyo asag waa isku sheekh halka sheekh ay wax ka wala qaateen laakiin xadiidkaana ninkii uu ka qaatay muxuu ahaay uu iska xadfi maadaama ardi isliihiin oo sheekhna dhinaca kale uu ka noqday oo iska xadfi sheekhiisa caadiga ahaa loo yaqaanay ay u tiiri xadiidka toos waafantan soomaa meesha yani qarsoonida ay kaga jirta dadka marka kuma baraarugayaan oo waxa weeyaan waxa la leeyahay ninkan niixan waxay ogyihiin inuu la mucaasir ahaa oo la zamanahay inuu la kulmin waa ogyihiin inuu xadiid ka qaatin waa ogyihiin laakiin xadiidkan biceyni inuusan ka qaadanin dad yarbaa ku baraarugahay oo muxuu ahaa ilaahay fahmi iyo dakaa iyo yani muxuu ahaa yani khibrad badan uu baabkan oo ilaahay u sii baa laga yaabaa inay ku baraarugaan maxay yeelay daahirka unbaa inta badan baa la fiiriyaa marka tadliiska waa noocaas weeyaan saas weeyaan tadliiska marku waxaa la yiraahdaa tadliis ah alisnaad weliba goynta muusan ku ekaanina markuu ninkii wax ka maqlay uu xadfi wuxuu xadiidku wuxuu ka soo guuriyey oo toos uu tiiriyey sheekhiisi oo caadi ahay wax oo maarti loo yaqaani oo wax uu ka dhageysan jiray weliba intaa kuma sii ekaanina alfaad wuxuu isticmaalay ah in maarati muusiinaysa dadka inuu wax ka maqlay ii inuusan ka maqlin labadaba ixtimaalays waa alfaada siiq alada watxamul ba insha allah ba ay noo imaani doontaa siiqda xadathana iyo samictu iyo wixii lamidka ah waa siiq oo xawaya tasriix bisamaac weya loo isticmaala inta badan marka haddii uu xadathana uu dhihi lahaa asoo sheekhiisa xadiidkan ka maqlin haddii beenaan uu noqon lahay sooma beenaan uu noqon lahay markaas waxuu isticmaalahayaa can iyo an iyo qaala haddaad weydiiso tiraahdo warni oo maxaad muxuu ahaa sheekhaan wax kama markaad ku qabsata oo tiraahdaa sheekhaanay xadiidka kamaad maqlina maxaad ugu nisbaynaysaa oo aniga waa ka maqlay miyaan ku dhahay buu kuleeya can iyo anaa isticmaale waa nooco muxuu ahaa xiilo ah oo xiilo ah weeye marka canta iyo antana waxaa weye waa siiq ku tusinaysa inay min siiq iyo muxuu ahaa inaad ka maqasho inuusan ka maqlin labada ku tusinaysa muxuu yeelayaa saas waxaa laga yaabaa ninkuu xadfaaya inaa maaragtay asbaabta uu xadfaaya waxaa weye asbaabta u yeelahaya inuu noocaas uu isticmaalahayo oo uu xadfaaya sheekhiisa koowaad waxaa weeyaan kow sanad caali inuu xadiid ku wariyo rabaa sanad caali inuu ku wariyo marka ninkan oo sheekhiisan koowaad oo dadkan inta badan inaan waa aqoonin buu iska xadfi kiisi loo yaqaani unisa toori kow mid waxaa kaloo inuu xadfa laga yaabaa inuu maaragtay nin muxuu ahaa da ahaan ka yar iyo wax iyo muxuu noocaasoo kale uusan rabin inta badan inuu maaragtay uu sheego oo magiciisa ayaa laga yaabaa inuu uu ixtiqaaray wax noocaas a dhici karta adaa sabab baa keenay un sabab baa keenay marka sidaas aywaa kaas maxaanu nira waa tadliisu lisnaad tadliisu shuyuukhun waa maxay tadliisu shuyuukh waxaa weeyaan mu-alifku wuxuu yidhi sheekh muusan xadfin laakiin awsaaf lagu yaqaanay sheekha min awsaaf kale uu yeeri ayuu ku magacaabay masalan sheekha waxaa lagu yaqaanay kunye mucayan ah oo muxuu ahaa ciyaal badan buu dhalay ciyaalkiisa ninka cunug ninka weyn ama gabar ama wiil waxay noqotaba baa loo yaqaanay abu xasan baa loo yaqaanay masalan marka kii dadka dhan ay u yaqaanay oo mashhuurka ahaa kunyihii loo yaqaanay intuu ka yacni iska tuuray baa kunye kale oon loo aqoonin baa ayuu maarti ayuu ugu magacaabay kunyadan uu ku magacaabayana been ma aha oo waa waxau ahaa ciyaalkiis mid ka mid a abu xasan ali jir soo ma abu maxamed buu yidhi sheekhana xasan wuu dhalay maxamedna wuu dhalay marka dhinacas been kuma sheegin laakiin muxuu garamaray kunyadii mashhuurkeeda oo muxuu ahaa la yaqaani ayuu garamaray ama meehe muxuu ahaa laqab lagu garan jiray ayuu mihiina ayuu maaragtay ayuu garamaray laqab kale ugu yeeray ama meehe magaalo lagu garan jiray oo inuu fulan fulan almaki barka wuxuu yidhi fulan fulan almadani
ama muxuu dimashqi markaas oo meel kale magaalada ama meehe nisbada qabiilada lagu nisbay inuu ku mashhuurka ku ahaayo loo yaqaanay oo muxuu ahaay ama ruxayli ama zahraani ama fulan timihiina tu kale ayuu maartay ayaana maalan marmar waxaa jirta ruwaada qaarkood ay sameeyaan raawiga muxuu ahaay marna meesha kore oo qabiilka meesha sare oo sare ayaa marna loo nisbeeyaa marna meel hoose sooma meelna hoose marka tii hoose ayuu mashhuur ku ahaa markaasa waxaa weyn tii inta ka booday iyo qabiilka meesha fogeed uu ka dhashay sheekha ayuu u nisbeeyey laakiin cid u taqaanta ma jirta marka waxaa soo dhan maxaan leenahay tadliisu shuyuukh weeyaan tadliisu shuyuukh weeyaan waxaa kuu saaray marka sa haddaad ogaatay maxaa xukunkiisa tadliiska horta tadliisu taswiya aan ka hormarna kaa sida xaaraam waa sharciyan lama ogolo sharciyan لما أقول تدليس التسوية إسقاط ضعيفا بين الثقتين لما أقول كاس حرام ويان نحكو صار تدليس الإسناد تدليس الإسناد علماء الحي هذا هو مكروه جدا لكن حرام ولا ما ليه كار صوبته وحويا أسبابته كحم بارت الراوي بلا فيرنا يا حد عكرتا طلب إسناد علو الإسناد أما إسناد العلو هذا طلب هاي ee markuu nin daciif ah u tuuray soo kala duuna raawigiis wuxuu u tuuray ee maxaa rabaa sheekhiis wuxuu u saa ugu saari meesha waa daciif taas markuu ka duuntay markuu sheekhiis meesha ugu bixiyay inuu muxuu ahaay sanadkan uu caali u noqdo rabaa ama ma ahaa sheekh aanu maartay wax badan xadiis faraban uu ka qaatay markuu wuxuu rabaa marka inuu ka yar wareega xeogaho oo inuu dadka ugu sheekaystaan ay yiraahdaan ninkan hal nin sheekh bis wax ka wariyaaba culimo kale ma walaaba waa horan moogtahay culimmada faraha badan iyo mashaayikhta faraha badan waxaa weeye miisa ay waxay ahaani jirtay muxuu ahaay muxuu ahaa muxadisiinta agtooda markastoo raawigii uu beledkiisa culimmadiisa wax ka qaato oo u safro oo magaalooyin kale cilmiga ka qaato oo magaalooyin kale u safro fulan fulan raxaal baa la dhihi jiray oo waa la isku ammaani jiray marka baabkaas uu rabaa marka waxaa weye waa ka duwantahay markuu raawi daciif uu xadfa iyo markuu asbaabtaas uu u xadfa way kala duwantahay soomaa way kala duwantahay marka saa darteed waa makruuh culimmada qaarna aad bay ay u adkeyni jireenoo yacni heer waxay gaarsiini jireen aad ay uga fogaadaan waxaa kuu soo haray muxuu ahay tadliisu shuyuukh tadliisu shuyuukh asaga intaas oo dhan waaba ka fudud yahayba oo muxuu ahay raawigan wuxuu xadfayba ma laha sheekhi waa joogaa laakiin awsaafti lagu garanay awsaaf aan ahayn buu ku sheegay un laakiin sheekhi waa daahir asbaabta u xadfayna isagana oo macnaha u yeelina waxaa waa asbaab oo waxyaalaha qaar laga yaabaa inuu muxuu ahay inuu sheekha muxuu ahay uu rabo maaragtay inuu magaciisa uusan lagu arko ama uu diidan yahay wax noocaas oo kaleeto ah baa laga yaabaa inuu u xadfo marka markaan soo koobna xadiiska tadliiska riwaayintiisa oo in la wariyo riwaayadiisa riwaayada xadiiska bicaynihi uu tadliisku ku jira xukunkeeda waxaa weeyaan waa lama aqbalahay waa marduuda weye min aqsaami daciif weye min aqsaami daciif cumuumka yani xadiidkan waa tadliisa ku jira marka lu yihahda iyadoo tafaasiisha iyo aanan la gaarin min xays alcumuum waxaa weye riwaayadaas waxaaweye riwaaya daciifa weye ilaa raawigan xadiidka muxuu ahay yacni tadliiska lagu tuhmahay oo asaga inuu xadiidka tadliisi lagu tuhmahay oo mudalliska hadduu maaragtay u caddeeyay inuu xadiidka maqli oo atasriix bisimaac hadduu la sameeyo oo u yidhaha samictu oo xadathana iyo wax noocaas oo kaleeto ah ruwaad noocaasa iska jira ibnu jureej camala ka mid ah ibnu jureej ruwaada qaar markuu xadiidka warinaya cancan waxaa la yidhaha cancanat ibnu jureej waxaa weeye waa lama aqbalaya hadduu laakiin samictu yihahda ama xadathani ama xadastu iyo hadu yihahda waa la aqbalaya ila muxuu ahay markaas ay kale moogtahay samaac inuu ka maqlay uu caddeeyo soo ma asagoo kale keligiis ma yahina ruwaad noocaasa baa jira oo waxay cancanayaan aan la qaadanaynin oo lale waa daciif waa tadliisa ku jira waxay xadathana iyo samictu ay yihahdaana la aqbalaya intaasna waxaan ugu baxnay tadliiska xukunkiisii halkaa noo jooga hada wabillahi towfiiq wa sala allahu calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam.